فبالنسبة للوحدانية المطلقة إذا بدي أتأكد كأنها كفر، لأني أنا حددت تعريف الله موضوع هو التأنيث، إذا الكلمة صحيحة، أنا بحاول أجيبها من اللغة الإنجليزية، التأنيث هي الكلمة الصحيحة، إنه بيتكلم بصفة أو بلغة بشرية، مثلا يبصر، يسمع، يشعر مثلا. يعني موجودة هي عند الوحدانية المطلقة، بتكلموا عنها بس بقول هاي ما إلهاش معنى، ما تسأل ما شو معناها. هلا لا، بالنسبة للكتاب المقدس التأنيث أو أنثروبومورفيزم، التأنيث هو لأن الإنسان خلق على صورة الله، فنحن مثله، نحن نشبهه، طبعا مع فارق المستوى. بمعنى أنه لما أنا كإنسان أحب ابني، أوكي، عم بمارس المحبة اللي عند الله، إنما محبته لا نهائية، كتير أعلى وأقوى وأضمن من محبتي أنا. إنما بعرف شو معنى المحبة لأنه أنا مخلوق على صورته، فلما بيقول لي أنه الله بحبني بعرف شو معناته بحبني، بقدر أثق فيه أنه بحبني، مش أنها صفة ملهاش معنى. فعشان هيك كل الكلمات التأنيثية هي حقيقة كلمات تصف الطبيعة الإلهية اللي أنا مثله، عرفت كيف؟ فهي مش إنه هو زينا، نحن زيه بهذه الصفات بدرجة محدودة طبعاً.